هي اسمها وعدي. اه يا وعدي، هو ده اللي مكتوب تقريبا يعني طبقا للكلام. يا جماعه والنبي، حاجتين: واحد بقى 30 سنه غريبه ولا حد خد باله، شكرا للي خد باله، والسوشيال ميديا عظيمه في هذا الامر. بعدين لما نكون عايزين نعمل حاجه فرعوني نعملها فرعوني، عندنا دول يعني اجدادنا، ليه نعمل حاجه بشكل عامل كده؟ بعدين متقدمين في الطب، ده احنا بنعالج وقال لك بتر واسنان وكل حاجه كانت موجوده، والتحنيط طبعا علم التحنيط الاعظم. فنحط وعدي. اه يا وعدي، ده وكأن الراجل بيتعذب ليه يعني؟ صراحة موضوع غريب جدا.